سوف نسافر إن شاء الله إلى بلدنا بعد صلاة الظهر وقبل العصر، فهل يجوز لنا أن نجمع الظهر والعصر؟ إن كان قدومكم قريبا يعني دون 4 أيام فإنكم تجمعون، نعم. أما إذا كنتم مقيمين في مكة مدة طويلة، أيام أكثر من 4 أيام، فلا، لأن السفر ما يبدأ إلا إذا خرجتم من البلد وأنهيتم الإقامة.